أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين أو من خارجها في حلقة جديدة من برنامجكم حال السياسة. أرحب بكم وأرحب بضيوف الكرام في الاستوديو لهذا اليوم، الأستاذ قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ قدورة. أيضا معنا الأستاذ المحامي حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين. أهلا وسهلا فيك أستاذ نقيب. موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع الأسرى وإضرابهم الأخير. الأسرى لم يكون في برنامج حال السياسة يأخذ حظهم كما يجب في الحديث عن معاناتهم وما يعانون أيضا من ضغوطات وعقابات. اليوم مسألة إضراب الأسرى هي العنوان الأبرز. عد الزميل إبراهيم أبو كبر تقرير حول التطورات الأخيرة في هذا الملف. نتابع التقرير ثم نعود لحلقة النقاش. يواصل الأسير محمد علان إضرابه عن الطعام لليوم 54 احتجاجا عن اعتقاله الإداري، والذي يعاني وضعا صحيا خطير للغاية، وسط تحذيرات بأن النيابة العسكرية للاحتلال ستقوم بالتغذية القصرية له، إذ يعتبر قانون التغذية القصرية شكلا من أشكال التعذيب الذي قد يفضي إلى الموت، كما أنه انتهاك لكرامة الإنسان وحرمة جسده، فضلا عن كونه انتهاكا لمواثيق مهنة الطب وكل المواثيق والأعراف الدولية، كما قالت نقابة الأطباء في إسرائيل. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقة قال إن الأسير المحامي علان يمر بوضع صحي خطير جدا، وهو معرض للموت الفجائي بعد أن أصبح لا يستطيع شرب المياه، وهو يقبع في مستشفى سيروك الإسرائيلي، وقد تدهور وضعه الصحي وأصبح يتقيأ الدماء ولا يستطيع الحركة أو الوقوف، وهبط وزنه بشكل كبير جدا، إضافة إلى آلام شديدة في كافة أنحاء جسده. نقابة المحامين أكدت على ضرورة العمل على استنهاض الحراك الشعبي بالوقوف إلى جانب الأسير المحامي محمد علان، والحركة الأسيرة وإعادة تعبئة الجماهير للوقوف إلى جانب الأسرى. ودعت النقابة الهيئات الدولية والأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية إزاء حياة الأسير علان وبقية الأسرى. وفي نفس السياق أكد نادي الأسير بأن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الحملة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم ارتفع إلى 148 أسيرا. وأوضح النادي في بيان اليوم أن من بين الأسرى المضربين 120 أسيرا من حركة فتح في سجن نفحة، وهم مضربون لليوم الخامس على التوالي، إضافة إلى 26 أسيرا من سجن ريمون انضموا إلى الإضراب من 4 فصائل، وهي فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي، علاوة على أسيرين من سجن إيشل انضما للإضراب يوم أمس. طبعا اللي ازداد العدد، بدل أصبح اليوم 180 أسير انضموا إلى هذا الإضراب. الأمم المتحدة والصحة العالمية نددتا بقانون التغذية القصرية. قانون التغذية القصرية، دعني أبدأ معك أستاذ قدورة. كنا تحدثنا في برنامج حال السياسة وما تحاول إسرائيل أن تفرضه سواء من خلال الكنيسة أو قبل القوانين كانت تمارس بحق أسرى فلسطينيين، لكن لا نسمع يعني بعد هذا البيان، لا أدري الأمم المتحدة أو غيرها ما قد تفعل لأن تمنع إسرائيل من أن تقوم فعلا بالتغذية القصرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وتحديدا علان الأسير المحامي. أولا في موضوع الأمم المتحدة، يعني في كل شأن يتعلق بأسرى الفلسطيني الإسرائيلي نجدها مؤسسة هرمة، مترددة، متلعثمة، غير جادة، تتخذ مواقف لا يبنى عليها ولا يمكن أن تستقبل من قبل دولة الاحتلال بطريقة تنم عن جدية تستدعي إعادة النظر في مواقف أو قوانين. فيما يتعلق بالقانون نفسه، يعني قانون التغذية القصرية، يبدو أنه سيسقط في الامتحان الأول مع الأخ محمد علان. هناك ارتباك كبير داخل المؤسسة الإسرائيلية، بينما إذا كانوا سيفعلوا قانون حقوق المريض، يعني أن يتعاملوا مع الأخ محمد علان باعتباره مريضا بعد أن يدخل في غيبوبة، وهنا يعني لا تجد نقابة الأطباء حرجا من تدخل طبي وليس تغذية قصرية، يعني مثلا يعني أن يتدخلوا علاجيا بما يكفل خلق توازن في الأملاح في الجسم، الأمر الذي يمكن أن يمنع أو يؤجل استشهاده. يعني زي إبرة الجلوكوز مثلا. يعني أنا لست طبيبا، ولكن الأطباء مطلوب منهم أن يحقق
يحققوا حاله من التوازن، يعني توازن الاملاح داخل الجسم، بما يعني يتسبب في انه الاجهزه تستمر في القيام بوظائفها داخل الجسم، ولكن تغذيه قصريه لن يتم ذلك. يبدو ان اسرائيل لن تجد طبيبا يقوم بعمليه التغذيه، تحديدا اذا كان المضرب موجود في مستشفى مدني. ونقل محمد علان مثلا من مستشفى سيروكا وهو موجود في غرفه العنايه المركزه الى سجن او الى مركز اعتقال، يعني املا في احضار اطباء من الجيش او من التابعين لمصلحه السجون الذين يمكن ان يتواطؤوا وينفذوا وان يخرجوا على نطاق قد يحدث لا سمح الله ان يستشهد في الطريق من المستشفى الى وهنا يعني تعتبر مغامره كبرى. اسرائيل تريد ان تنتصر يعني اعتقادا منها انه صار عندهم قانون يستطيع التعامل مع الاضراب، ولكن انه يبدو ان هذا القانون في امتحانه الاول سوف يسقط. اتحدث معك استاذ حسين شبانه، انت كنقيب للمحاميين، وان هذا يكون الاسير المضرب هو محامي، اليه الدفاع عنه، اليه حمايته، كيف كانت من طرفكم كنقابه؟ والله كنت اعتقد انه الشارع الفلسطيني ان يتحرك، والشوارع العربيه وشوارع حقوق الانسان والمنظمات الدوليه ان تتحرك لقضيه زي قضيه الأسر. يعني انا استغرب هاي الصمت الدولي، إن كان من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الصليب الأحمر. إحنا كنقابة محامين عندنا أولوية في أهدافنا هو حماية حقوق الإنسان، الدفاع عن المعتقلين، الدفاع عن المواطن، كل هاي المبادئ. يعني إذا إحنا ما اهتمينا بقضية الأسرة وهي أولوية، في قضية الأستاذ الأخ الزميل محمد علان 55 يوم اضراب، والاسرائيليين يحاولوا التغذيه القصريه، مع انه اتفاقيات مالطا وطوكيو والاتفاقيه جنيف الثالثه والرابعه، لكن الاسرائيليين اللي بيحرقوا اطفال، اللي بيهدموا البيوت، اللي ما عندهم اي رادع دولي، والعالم يتفرج والشارع العربي يتفرج. هاي هون يعني اتمنى ان تاخذ قضيه الاسرى اهتمام اوسع. أول إشي من دعوة إلى الاتحادات والنقابات الفلسطينية، غدا نحن في نقابة المحامين دعونا إلى وقفة تضامنية مع أسرانا في المضربين وغير المضربين، ومع الزميل محمد علان أمام نقابة المحامين في شارع الإرسال. نرجو من الاتحادات والنقابات أن تشارك أعضاء يعني النقابة أمام النقابة من أجل الوصول إلى الصليب الأحمر، وتسليمهم رسائل إلى الهيئات الدولية. خاطبنا لم نترك لا اتحاد محامي العرب، النقابات الأجنبية، أصدرنا أكثر من بيان، عملنا أكثر من فعالية في دوار نابلس. رئيس لجنة الأسرة زار في مع مجموعة من المحامين. يعني ما هو دور نقابة المحامين؟ هو دور الدفاع عن المعتقلين، واحنا بالتنسيق مع النادي الأسير ومع هيئة شؤون الأسرة يوميا بتنسيق كامل من أجل نصرة هذه القضية ونصرة الوضع الحالي لأسرانا اللي بيعانوا داخل المعتقلات الإسرائيلية. أيوة بس إدراع. يعني أنت قلت كمحاميين نحن ضمانة الحفاظ على حقوق الإنسان، نحن من يدافع عن هذه المبادئ والقيم اللي هي قيم الأمم المتحدة، قيم الصليب الأحمر بالأساس في حالة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكبر مثال. تحركهم هل فقط بتسليم رسائل أم ممكن أن يتوسع بشكل قانوني إلى ما أكبر من ذلك؟ يعني مثلا عيسى قراقع تحدث عن الجنائية الدولية مثلا. اسمحي لي، تحركت في مع زملائنا في النقابة الأردنية مع نقابة بيروت وطرابلس، وكان في مؤتمر خاص في بيروت بخصوص الأسرى. الآن منعد لمؤتمر في 15/9 في عمان، ودعوة كافة القانونيين والمختصين من أجل إيصال الرسالة المحلية أو رسالة نصرة الأسرى إلى كل الجهات الدولية. يعني لما أنت تدعي قانونيين دوليين لهم تأثير في بلدانهم وبيحركوا كمان الضغط على إسرائيل، يعني إسرائيل هي الدولة الوحيدة الخارجة على القانون الدولي والإنساني، هي الدولة الوحيدة ولا رادع. المشكلة ما في حساب،
ما في ضغط دولي، ما في مقاطعة اقتصادية. لما تحركت البرلمانات الأوروبية ووصلنا لمحكمة الجنايات الدولية في الاعتداء على غزة، وفي قضية الأسرى بيعرف الأخ قدورة، وفي قضية الاستيطان، عشان هيك شكلوا الإسرائيليين لجنة في البحث وفي توقيف اعتداء على حرق الطفل علي دوابشة وجريمة حرق دوما. إذا من هون إسرائيل تتحرك بناء على نبضات الشارع الفلسطيني والشارع العربي والشارع الدولي. هون احنا هون الفلسطيني هذا هو الأساس الإسرائيلي، احنا أساسنا. أنا يعني لن أدخر جهدا ولا نقابة المحامين، مع كافة الزملاء سنسعى. مش بدأنا الحركة، وأقولها بكل صراحة، مش متفرجين ولا عابرين. يعني احنا قضية، انا ما بشكك، انا بسأل. يعني احنا كمان الجهد هذا الإسرائيليين بدهم ضغط حتى يرضخوا، بدها تماسك داخل السجون الإسرائيلية، داخل المعتقلات الإسرائيلية، تماسك الوحدة الوطنية، وتماسك الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ودور احنا مغيبين دور الاتحادات والنقابات الشعبية اللي بتمثل 70% من الشعب الفلسطيني. خلينا نحكي، يعني وين دورها؟ وين دورها في الضغط على في الشارع تحريك الشارع الفلسطيني؟ خلينا نسأل عن تحريك الشارع الفلسطيني، لأنه الشارع الفلسطيني يبدو حالة الإحباط، كما شملت الحالة السياسي تشمل أيضا حالة الأسرى. يعني كمان الجواب موجود لهذه المسألة. لكن أستاذ قادورة، مسألة الشارع الفلسطيني والتفاعل مع قضية الأسرى، خصوصا أنه المرحلة دقيقة اليوم بعد قرارات في الكنيسة الإسرائيلية، تفضل قال سيادة النقيب أنه إسرائيل فوق القانون، إسرائيل لا تأبه لأي حقوق الإنسان إلى آخره. هذا لا يعني من أن لا نراكم الجهد لإثبات الحق، لتقديم ملفات. هذا لا يعني بأن نحن نسلم بذلك وألا نتحرك. أنتم في نادي الأسير ماذا فعلتم، وأيضا في الهيئة؟ يعني قضية الأسرى على اعتبار أنها قضية متوافق عليها، وهي ليست محل خلاف أو انقسام، هكذا يتردد على ألسنة القادة السياسيين من مختلف الأحزاب والقوى. هذا قول يحتاج إلى ترجمة عملية. هناك تقليد بائس في فلسطين انه احنا بندخل، يعني نقحم قضايا بقضايا. مثلا اذا كانت قضيه الاسرى قضيه موحده، واذا كان ابنائنا واخواننا واخواتنا داخل السجون مستهدفين من قبل عدو واحد الا وهو الاحتلال الاسرائيلي، نجرب يعني ماشي، مش متفقين في قضايا سياسيه كثيره، لكن في هذه القضيه متفقين، لتكون امتحانا لنوايا الاطر والتنظيمات. يعني حركه فتح يوم الثلاثاء القادم ستبادر إلى القيام بفعالية، إن شاء الله تكون فعالية يعني تليق بنضال الحركة الأسيرة، وتليق أيضا بحركة فتح التي تمثل قطاعات واسعة هنا في رام الله، التي تمثل قطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، وهي فرصة لتوجيه دعوة لكل كوادر الحركة ولكل أبناء الشعب الفلسطيني. نحن صحيح أن الجهة التي تدعو هي حركة فتح، ولكن من أجل كل أسرى فلسطين. يعني المطلوب أنه نترجم ما نقول إلى سلوك، نغيب كل القضايا المختلف عليها، ننجح في امتحان واحد، نرفع ثقتنا بنفسنا بقدرتنا على أن يعني نتعالى على كثير من الجراح، ونتجنب القضايا الخلافية، لنفسح المجال للأسرى لينتصروا باسمنا جميعا على سجن. كان للأسرى دور خارج السجون، يعني وهم في داخل السجون كان لهم دور في توحيد الصف وثقة الأسرى مثلا، لكن اليوم هم بحاجة لمن يدعمهم بالخارج. دعني أستغل الفعالية يوم الثلاثاء أن تضعنا في صورة موعدها ومتى هي، حتى تكون أيضا مناسبة. كما قلت دعوة، يعني دعوة، أعطينا تفاصيلها حتى يشارك فيها ونكسر الروتين. يعني هذا ما اتفق عليه من حيث المبدأ، بكل تأكيد لست أنا الجهة التي ستعلن عن هذه الدعوة وموعدها. المفروض الإخوة في مكتب التعبئة والتنظيم يعني حتى ظهر يوم غد أعتقد أن الدعوات ستكون جاهزة وستوزع وسيعلن عنها في الملأ تفاصيل حيث المكان. المكان سيكون في رام الله، لكن تحديد المكان بالضبط والساعة بالضبط. طيب بانتظار يوم الثلاثاء، نعم. إذن يكون يوم للأسرى الفلسطينيين. مطالب الأسرى أستاذ قدورة، اليوم كان في اجتماع، بلغني قبل أن دخلنا للاستوديو بأنه كان في اجتماع بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون، وأنه لم يفضي إلى شيء. مطالب الأسرى ما هي
المضربين عن الطعام اليوم. طبعا يعني النتيجة السلبية هذه التي تحدثت عنها معناها أن رقعة الإضراب غدا وبشكل محسوم سوف تتسع في سجن نفحة وكذلك في سجن ريمون وإيشل وربما في سجون أخرى مثل النقب وعوفر. معنى ذلك أن غدا سينضم أسرى آخرين ومن كل التنظيمات لهذا الإضراب، وهو أيضا مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية توفر غطاء ودعما ومساندة لأدواتها في مصلحة السجون لتواصل التنكيل بالأسرى. الآن إحنا في الخارج في ضوء هذا التطور مع خطورة الوضع الصحي للأخ محمد علان، يعني بتنا في مشهد حسم، وحسم هذا الموضوع من خلال أن يسلك الشعب الفلسطيني سلوكا يؤكد جدية وخطورة ما يتعرض له الأسرى. حين ذاك يمكن أن يلتقط العالم الموقف الفلسطيني الجماعي الموحد، يلتقطه بمنتهى الجدية. وأنا يعني إذا سمحتوا لي يعني نحن بصدد حتى يوم غدا صباحا إطلاق حملة يعني يشارك فيها الألاف، تدعو معالي الأخ دكتور نبيل العربي الشخص الذي نجله ونحترمه لكونه أيضا شخصية قانونية دولية مرموقة، أن تعمل الجامعة العربية مع أصدقائنا يعني سواء دول عدم الانحياز أو المؤتمر الإفريقي أو دول المؤتمر الإسلامي بشكل مجتمع، أن يدعو لجلسة خاصة لمناقشة سياسات وقوانين وإجراءات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى لمجلس الأمن، إنه لأنه قضية بسوى أن تعقد جلسة خاصة. وأعتقد أن الجامعة العربية يعني من خلال شبكة علاقاتها تستطيع أن تنظم جلسة من هذا النوع. هذا بكل تأكيد في مساندة للأسرى وفي حشر لإسرائيل في الزاوية التي يعني تدير ظهرها للقانون الدولي وللمواقف التي تأتي على استحياء من دول العالم. أتحدث إلى ما قالوا بيان الأمم المتحدة والصحة العالمية لندى دمتغدي القصرية، هنا أسألك كمان بالرأي القانوني. قال جاء في البيان أن الإضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج غير عنيفة فضلا عن كونه حقا أساسيا لكل معتقل وسجين، وقال أيضا أنه يجوز اتباع أسلوب التغذية في حالات استثنائية حينما يعاني المضرب عن الطعام اضطرابا نفسيا، ولكن ليس عند التعبير عن احتجاج سياسي أو آخر. هذا ما جاء في بيان الأمم المتحدة أستاذ شبانة، هذا يعني بأنه اعتبار الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سواء عدم شرعية الاعتقال الإداري من ناحية أو حتى عدم شرعية تمديد الاعتقال والمبررات التي يسوغها الاحتلال الإسرائيلي من أجل اعتقال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، العودة عن الالتزامات وإلى آخره، من ناحية قانونية كيف يمكن أن يصرف هذا الكلام في حراك قانوني، سواء كما قال عيسى قراقع رئيس الهيئة فيما يخص الجنائية الدولية أو في محاكم أخرى أو مجلس الأمن كما تفضل أستاذ قدورة؟ هذا هو وجهتنا بصراحة. الآن وجهتنا هذا هو اتفاقية مولطا وطوكيو بخصوص الأسرى المضربين، أعطتهم حق الإضراب ونقابة الأطباء أقرت هذا القانون. عرفنا على اتفاقية مولطا وطوكيو، لا يجوز من حق المعتقل وخاصة اللي انطبق عليه شروط الأسير الفلسطيني، لأنه إحنا نعتبر كل أسرنا أسرى حرب والإسرائيل بتمارس نقل في تنقل المعتقلين داخل أراضيها زي ما هي تدعي صح؟ كل السجون داخلها، نقل الأسرى، محاكمتهم، قانون الإدارة، هذا اتفاقية جنيف كله مخالف لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والمادة 22 بتقول لا يجوز الضغط بالتغذية القصرية لأي مضرب من حقه أنه يضرب عن الطعام في حدود الأطباء بيعرفوه، يعني لا يمارس الأطباء التغذية القصرية. وهون نقابة الأطباء الإسرائيليين ألزمت نفسها، قالت أنا مش مستعد أروح أغذي محمد علان والآخرين، لكن مش موضوع المواد والنصوص، الموضوع هو انه العالم يتحرك. يعني اذا قاطعنا الاستيطان، اذا قاطعنا اداره السجون، اذا قاطعنا المحاكم الاسرائيليه جد، يعني ما في فائده، قاعدين ندفع
ملايين الشواكل، غرامات دعم من خزينة السلطة على الأسرى، قانون الأسرى، كل هذا الأمور إحنا لازم نساعد، لأنه هذا أصير حرب، نساعده اجتماعيا أسريا، لكن ما نرضخ لقانون المحتل. قانون المحتل لأنه زي ما قلت هلا هون، يعني قصدك انه هم بالنسبه لهم شو عندنا الصليب الاحمر الدولي ماذا قامت الهيئات عامله في حقوق مجال حقوق الانسان اللي تصرف ملايين لتعليم حق المراه وحق الطفل وحق في برامج في كل دول العالم الثالث. وين هاي المنظمات المؤسسات القانونيه اللي بتدعي دفاع عن المعتقلين، خاصه المعتقل اسرى حرب الفلسطيني؟ لانه اسرائيل بتعرف كل الدول ان اسرائيل لا مخالفه لكل الاتفاق وللقانون الدولي وللقانون الانساني، لكن ما في اي ضغط عملي. يعني بصراحه احنا بحاجه الى الاتفاق على ما دام فيش خلافيه على موضوع الاسرى. احنا نقدر نعمل حجم تكتل شعبي ورسمي وكل الأحزاب بتوافق على خطة عمل لنصرة أسرانا. اثنين، أن نتوجه إلى هيئة الأمم، إلى مجلس الأمن، إلى الأردن، إلى أي دول عربية، زي ما حكى زميلي أنه نروح على جامعة الدول العربية، أنه حرك الجاليات الفلسطينية في كل الشوارع العالمية، لأنه إلنا وإلا تكون مسألة شخص قضية، يعني معلش قضية أنا فيها مش قضية محلية، يجب أن تكون قضية عالمية بامتياز. وانه هاي قضيه الاسرى هاي معاناه يوميه، يعني عدد المعتقلين الفلسطينيين بجوز اكثر من مليون اسير فلسطيني داخل على في خلال المده، دخلوا خرج دخلوا خرج. طيب فالسكوت يعني قضيه محمد علان، هل احنا نسكت للسير في جنازته ولا انه يعني بالفعل انه انا استغرب واقول ان شاء الله ان تتحرك يعني الشوارع الفلسطينيه والنقابات الفلسطينيه والاتحادات، ويكون هاي القضيه قضيه توافقيه من اجل دعم قضيه الاسرى بغض احنا النظر. احنا بنستنى نشوف كل هذا الكلام، وهذه دعوه مفتوحه زي ما تفضل الأخ قدورة، وأنتوا جزء من الاتحادات وجزء من النقابات كنقابة محاميين. لكن أستاذ قدورة أسألك عما قالوا، مسألة أن يكون عن شخص، يعني أنا انتقدت فترة أنه لماذا مثلا مسألة الـ الأخ خضر عدنان، الشيخ خضر عدنان أخذت صدى لشخصه، لكنها لم تأخذ للمبدأ، مبدأ الاعتقال الإداري كفعل خارج عن القانون تقوم فيه إسرائيل. اليوم تحدث عن المحامي محمد علان، نعم حياته في خطر، لكن حياة آخرين قد تكون في خطر في المستقبل إذا ما استمر هذا الكلام. أن يتم الإفراج عن فرد أو عن أسير لا يعني بأن المشكلة انحلت أو الفعل توقف. مسألة أن يتم التركيز أكثر على الفعل نفسه من الأشخاص، من الأشخاص المعرضين له، كيف يمكن أن يكون لكم دور فيها؟ أولا طبعا هناك تفضيل لصيغة العمل الجماعي، بمعنى إذا أردنا أن نخرج في مواجهة قانون الاعتقال الإداري المتخلف العنصري صيغة العمل الجماعي أفضل. لكن إذا لم يتحقق ذلك، هناك بعض الإخوة يجتهدون بأنه لا يريد أن ينتظر الجماعة حتى يتبلور موقف، لأن هذا الموقف قد لا يتبلور إطلاقا، فيقدم على خطوة. الآن المسألة تتجاوز المضرب عن الطعام. هل هو يعني مضرب عن الطعام من أجل أن يخرج هو، أم أن النتيجة أن قانون الاعتقال الإداري من خلال الإضراب يسلط عليه الضوء؟ الآن أي شخص يسأل في العالم أو يسمع في قضية محمد علان سيسمع تلقائيا بأن هناك دولة اسمها إسرائيل، دولة عنصرية محتلة تمارس هذا النوع المتخلف من الاعتقال. بالتالي صحيح أن صيغة العمل الجماعي أفضل، لكن الإضرابات الفردية أيضا وضعت قضية الاعتقال الإداري في الصدارة، وقد حدثت تصدعات في هذا القانون. يعني إسرائيل حين ذهبت لإقرار قانون التغذية الكسرية إنما تعبير عن أزمتها، يعني بنية الحكومة، بنية الائتلاف الحاكم في إسرائيل بمكوناته اليمينية المتطرفة العنصرية، يعني هربوا إلى الوراء بدلا من أن يذهبوا إلى الأمام لكي تكون مثلا دولة إسرائيل منسجمة ولو بالحد الأدنى مع القانون الدولي. هم عملوا عدة خطوات إلى الوراء، ولكن يعني خطوة وراء خطوة
سيساعدنا ذلك في مسعانا لتقديم أكثر. نعم طبعا هذا توغل في دمنا أكثر، وكلما فعلوا ذلك جراء وجود هذه التيارات اليمين المتطرفة هم يبتعدوا عن المجتمع الدولي، وبالتالي يصبح استحقاق كما حدث مع جنوب مع نظام جنوب أفريقيا العنصري سيحدث مع إسرائيل. إسرائيل في هذا الاتجاه ذاهبة الآن. الحركة الأسيرة أيضا الأسرى الإداريين إذا كنتم تذكرون دخلوا في إضراب جماعي الإداريون، وقد انتهى هذا الإضراب بعد حادثة اختطاف وقتل المستوطنين والحملة التي بدأتها صحيح. إسرائيل دحر موضوع الأسرى إلى زاوية بعيدة معتمة. اجتهدت قيادة الإضراب آنذاك أنه يعني الموضوعية والعقلانية تستدعي أن نوقف هذا الإضراب لأن الأضواء مسلطة على قضايا أخرى. يعني الحركة الأسيرة لم تكف عن المحاولة لكسر قانون الاعتقال الإداري، والآن القانون ظل يعني ظل في الصدارة. يعني لم تطوى صفحة مقاومة القانون الاعتقال الإداري، وفي نهاية المطاف يعني أعتقد بأننا سننجح في حشر إسرائيل للحد الذي يقودها ذلك إلى إعادة النظر في هذا القانون الذي لا يخدم إطلاقا. يعني معلومة أنه إسرائيل بعد ما عملت قانون الاعتقال الإداري النيابة العسكرية والمخابرات الإسرائيلية صاروا بيعتقدوا أنه الآن خلونا نتسلى في محمد علان. يعني إيه داكم ما تعطيك بالمشربحي أنه حكوا اليوم ومبارح أنه محمد علان خطير جدا، وهذا مش زي خضر عدنان. هذا خطير جدا، وبالتالي إحنا بدنا إذا بدكم تتفاوضوا، مع أنه مش إحنا محامي الأخ محمد، هناك محامي آخر، إذا بدكم تتفاوضوا إحنا مش هنقبل أقل من سنتين بعد القرار الأخير اللي بنتي في 2011، يعني في 2011-2015 بنهي الأمر الاعتقال تاعتها، نتفاوض على أنه يروح في 2017. إذا يعني بعد سنتين. بعد سنتين. طيب كيف علم هؤلاء بأن محمد علان سيستمر في التشكيل خطورة على أمن دولة إسرائيل لحد 2011-2017؟ سيد قدورة سنتابع هذا الملف وتفاصيل أيضا حول مطالب الحركة الأسيرة، ولماذا حتى الآن لا نشهد وفاقا فصائليا في الميدان حول هذا الملف للتحرك، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
حي على الفلاح، حي على الفلاح. مجددا اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مع الاستاذ قدوره فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني والاستاذ المحامي حسين شبابنا نقيب المحامين الفلسطينيين. اهلا وسهلا فيكم مجددا. كنت طرحت سؤال، لماذا حتى الان لم نشهد توافقا؟ وكما قلت في وثيقه الاسرى كان الاسرى عامل وفاقي للفصائل خارج السجون، لماذا لا نرى ذلك في قضاياهم، في التفاعل الشعبي ضدهم؟ هل فعلا احنا محبطين او الشارع الفلسطيني محبط من كل المجريات السياسية وبالتالي هذا يذهب في ذات المجرى، ولا في أسباب أخرى أستاذ قدورة؟ لا، يعني هو السبب ذاته الخلاف، ويعني دائما في هناك خطاب شعاراتي لكسب ود الناس، وانه انا ما حدش يتهمني، انا مع الوحده والتوحد على قضيه الاسرى، لكن عند الامتحان يعني بتشدني عصبيتي التنظيميه وببلش احكي في خطابي الخاص واقحمه في قضيه الاسرى، انه هذا اسير فتح لا اسير يعني جهاد. انا بقصد ان المرض لا لا لا، الموضوع مش انه اسير فتح ولا اسير الجهاد، انه من يخدم من في سؤال. هل نريد من قضيه الأسرة ان تخدمنا نحن في الخارج، ولا احنا بدنا نخدم قضيه الأسرة ونوظفها في اطار صراعنا مع الاحتلال؟ وانا بقول لك في هذا الموضوع المعادله معكوسه، انه احيانا البعض يرى في قضيه الأسرة لما بصير اضراب انه هي فرصه ان اطلع بالرايات وشعاراتي، فانا بسوق التنظيم وبسوق افكار او رساله التنظيم من خلال قضيه الاسرى. انا بتمنى على الجميع انه لما بدنا نطلع في قضيه نخدم قضيه الاسرى انه نطلع بعلم فلسطين بخطاب متعلق في الموضوع، ما نخرج على الموضوع. يعني امبارح كنا على دوار ميدان المناره في المؤتمر، فكان في تقريبا كل الشعب الفلسطيني، صحيح عدد قليل، ما كانش مؤتمر صحيح، كان يعني تجمع كل الشعب الفلسطيني من كل الفصائل، لكن بسرعه سرعان ما تجدي بعض الناس بيقحم بيخلط شامي في عامي، بيجيب يعني بيوظف قضيه الاسرى عشان تكون منصه للحديث في شعارات سياسيه محل اختلاف. طب احنا بدنا نجمع الناس معنا، طب انا بدي اجي اشارك بفعاليه للاسرى، بدي اتضامن نعم مع الاسرى مين ما كان من الفلسطينيين ايا كان انتمائه، بدي امشي معه. اما انه تتحول قضيه الاسرى لمنبر من اجل نحكي خطاب سياسي، يعني العام الماضي لما كانت اضراب الاداريين اللي حكيت عنه، يا اخوان تعالوا نطلع بشعارات بعلم فلسطيني وبشعارات تتحدث عن الاعتقال، حتى العلم الفلسطيني هناك من ادخل عليه بالضبط تدخل باللون العام الماضي، وهذا لا يحق فيه لحد اللي صار العام الماضي، مخالف للقانون الاساسي اللي صار، مخالف لابسط مبادئ اللي صار العام الماضي، انه حد بيجيب رايات، حد رفع لي شعار رابعة. طب يا اخي احنا في عنا اسرى مضربين عن الطعام، ايش علاقتي انا في ترفع لي شعار رابعة؟ الأمر الذي مثلا استفز أحيانا متظاهرين، الأمر الذي دعا لتدخل من قبل أجهزة السلطة، طب ما هي مسيرات للأسرى، ما حد كان راح يتدخل لا شرطة ولا تتدخل أجهزة أمن، بس لماذا تقحم شعارات لا علاقة لها بالموضوع؟ والأسرى أنفسهم اللي كان معظمهم وقتها من حركة حماس المضربين على الطعام في الإضراب الماضي، طلبوا وترجوا ما حدش يرفع أي شعارات خاصة ولا تقحموا في موضوعنا أي شيء، ورغم ذلك حدث هذا، وكانت الفعاليات الشعبية تبدأ كبيرة ثم تضمحل ونضمحل متقاتلين ومتصارعين متجادلين. لذلك الحل الأوحد في قضية الأسرى
أو في أي موضوع نتفق عليه أنه قررنا نخدم قضية الأسرة، يعني عنا عنوان واحد الأسرة وعنا علم واحد اللي هو علم فلسطين. وإحنا الآن في الامتحان، الآن في الامتحان والكل مدعو، إحنا بنتوجه دعوة للجميع من كل الفصائل، ما حدش يختبئ ويقول أنه رح تمنعنا أجهزة ولا كده. تعالوا في قضية الأسرة تحت علم فلسطين والكل مرحب به بدون الحكاية الشعاراتية هاي، أنه تصير قضية الأسرة منبر لإيصال رسائل في مواضيع مختلفة ما لهاش علاقة في موضوع الأسرة. أستاذ حسين شبان شو رأيك؟ والله أنا الإسرائيل لا يرقن إليهم جانب سياسة الباب المفتوح. تشوف عدد الأسرة واللي تم التبادل في كم عدد الأسرة الآن اللي في بيوتهم واللي في الوطن؟ قصدك صفقة شليت؟ في صفقة الشريط والصفقات الأخرى يعني عندهم الباب المفتوح. هذا الاحتلال إلى زوال لا يمكن أنه نحل قضايانا، لا قضية الأسرة ولا قضية اقتصادية ولا قضية إلا بزوال هذا الاحتلال. وزواله يعني لا بيجي قديش مفاوضات. أنا أدعو إلى وحدة توافقية وطنية على ما على نضع خلافاتنا. والله ما في خلافات إلا هاي الفصائلية، إنه كل واحد بده شو بده يعمل دولة. ولو كان العنوان الوطن ما بيكونش فيها بالضبط، مش الأزمة الداخلية مش هاي الأزمة كان. هلأ خلينا الآن قضية الأسرة تجمعنا وما في خلاف عليها، نحط برنامج عمل محلي شعبي دولي نصل لكل العالم، قادرين احنا كنقابة محامين ان نحشد كل النقابات الدولية من باريس لفلورنس لروما لكلهم وللبحر المتوسط للاتحاد المحامين، اصدروا بيانات. انا ما بدي اصدر بيانات، انا بدي اشي على ارض الواقع، ان يجري الضغط. في هناك نقابات لها علاقة مع النقابة الإسرائيلية، في نقابة أطباء لها علاقة مع النقابة الأطباء الإسرائيلية، صح ولا لا؟ أن نحشد كل طاقاتنا الداخلية من أجل إيصال رسالتنا، ما نضلش نلعب في ملعب محلي، لازم نلعب في ملعب خارجي، أن نضغط في جالياتنا في شوارعنا في كل العالم من أجل الضغط على الإسرائيليين إنه محمد علان مش قضية المحامي محمد علان، قضية كل الأسرى الفلسطينيين. أنا بقول إنها كلها قضايا إسرائيل تمارس يعني خروج عن القانون الدولي والإنساني، واضح في كل الفقهاء من يعني كل الدراسات وكل الاتفاقيات الدولية بتقول إنه إسرائيل دولة خارجة عن القانون. ما أنا قلت لك بالأول ما إحنا عارفين، ما أنت يعني مش عم نكشف سر، هذا على المستوى الداخلي فلسطينيا معروف ومفهوم سواء بالحركة الأسيرة أو بال يعني ما تمارس. مش نضل خاطب أنفسنا بالضبط بلغتنا يا سيدي يا ستي. أوكي الوضع الفلسطيني الداخلي ضرورة ملحة نفسيا ومعنويا واقتصاديا لحشد طاقاتنا من أجل تدعيم قضية الأسرة ومساعدة أسرانا. وبتضل القضية الخارجية، مطلوب من القيادة الفلسطينية أن تتحرك، والخارجية السفراء إيش بدنا. تحدث عن ملف الأسرة في الجنائية الدولية، لم تتحدث فيها عن تفاصيل سوى يعني ما هي المرجعية القانونية لما يقدم. لا في إحالة هلا في موضوع الأسرة، في إحالة من فلسطين لموضوع الأسرة وموضوع الاستيطان وموضوع الاعتداء على غزة. وموضوع الأسرة يعني ما زال في تحقيق ابتدائي في بالمدعي العام فاتو بن سودان. هلا نأمل انه ان نكون اوراقنا جاهزة، ان نكون موضوعيين، ان نكون نعتمد على القانون وان نرسخ مبادئ القانون من اجل النجاح في اي ملف ندخله. يعني ملف لان نحضر لملف الشركات في بدناش ندخل خارج الأسرة، الشركات العاملة في الأجنبية اللي بتعمل في المستوطنات. طب أفضل شيء إنه نقاضي هاي الشركات باب المقاطعة الاقتصادية يعني بداء على القانون الدولي والإنساني بنقدر نحرك زي ما وصلنا على الأقل. هذا ما نعرفه، هذا ما نعرفه أنه يحدث
على الأقل من جانب السلطة الفلسطينية وبعض المؤسسات الأخرى مثل الهيئات وغيره. أستاذ قدورة، ما هي مطالب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، أولاً إلغاء الاعتقال الإداري ومسحه، لكن هناك مطالب أخرى، وطنية هذه المطالب وتوزيع الأسرى وأعدادهم وأيضاً الفصائل اللي ينتموا إليها، ليش لا ما نحكي كمان؟ تفضل. يعني اولا بالنسبه للمطالب في قضايا اساسيه، مثلا قانون الاعتقال الاداري والغاء، وقف التعذيب، وقف العقوبات الجماعيه، وقف الاقتحامات الليليه من خلال القوات الخاصه اللي صاروا محملينها عده اسماء، المتسادة واليماز والدرور وكل المسميات اللي بيخترعوها، الاقتحامات الليليه مع الكلاب البوليسيه، والاقتحام الغرف احيانا بوجود أشخاص مدججين بسلاح ناري، هذا أمر خطير جدا وستترتب عليه كارثة. هذا يعني في شكل الاعتداء اللي يقع بحق الأسرى. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضايا حياتية، يعني كيفية إدارة الشؤون الحياتية اليومية للأسرى بدون والتوقف عن استثمار واستغلال قضية الأمن لتكون مبرر لعمليات قمع. طبعا في عقوبات، منع الزيارات، منع الفضائيات، منع الكانتين كذلك. إسرائيل منعت بقرار من نتنياهو شخصيا، منعت التعليم. لا توجد دولة في العالم عندها معتقلين أو عندها أسرى بتمنع التعليم. الجميع يشجع على التعليم إلا دولة إسرائيل منعت بقرار رسمي من نتنياهو شخصيا منعت التعليم، وهذا مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للأسرى. هناك الآلاف من القرابة الأولى للأسرى ممنوعين من زيارة أعزائهم منذ سنوات طويلة، ورغم محاولات الصليب الأحمر المتكررة إلا أن إسرائيل تمنع هؤلاء. لما بقول قرابة درجة أولى بقصد الزوجة والأبناء والإخوة والأخوات والوالدين. مثلا تطلع الزوجة مسموح لها تزور، الأب بيطلع بكون عمره 80 سنة بيطلع خطير على أمن إسرائيل، ببلغ الصليب الأحمر أنه هذا يشكل خطر على أمن إسرائيل، بالتالي ما نعطيش تصريح. هذا كان مثلا في بداية الانتفاضة لما كنا في حالة طوارئ، خلصت حالة الطوارئ وصرنا في هدوء وكذا، استمر هذا البرنامج فعال. تقريبا هاي القضايا الأساسية. طبعا وقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد، هناك العديد من الأسرى يحتاجوا إلى عمليات جراحية أو يحتاجوا إلى فحوصات طبية لتشخيص الحالة المرضية للأسير، لا تفعل مصلحة السجون ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المرض ووجود أسرى في حال الخطر الشديد، يعني حياتهم في خطر، مصابين بأمراض قلب أو كلى أو تعرضوا لإصابات في الخارج. يعني بديش أقعد أستعرض الأسماء لأنه أحيانا بتحسسوا ونذكر اسم ومنذكرش اسم آخر. وبالتالي قائمة المطالب طويلة. القضايا الأساسية اللي ذكرتها كل واحد منها يعني لو كان في مكان آخر في العالم بتكون الدنيا وما بتقعد باحتجاج المؤسسات الدولية، لكن هنا بالنسبة لإسرائيل يعني هامش السماح لهم يتسع، المشكلة لا يضيق يتسع. وإسرائيل قرأت المواقف الدولية المترددة بأنه ضوء أخضر، أنتوا يعني مسموح لكم، إسرائيل غير، إسرائيل فوق القانون الدولي، وهذا شجعهم. يعني أنا معلش يمكن أخذت أكثر من وقتي، بس أنا أسوق مثل. لما المقررة الخاصة المكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة طلب منها أن تعيد تقرير عن الطفولة، قدمت، إجت فلسطين في المركز الثالث بعد أفغانستان والعراق في عدد الضحايا من الأطفال في العام 2014. والمقررة الخاصة طلبت من الأمين العام وضع الجيش الإسرائيلي على قائمة العار، وهذا طبيعي. الأمين العام عادة وحسب تقاليد الأمم المتحدة يعتمد توصيات المقرر الخاص في أي شيء. بالنسبة للجيش الإسرائيلي وحتى لحاخامات اليوم في فتوى تتحدث عن أنه مطالبة إعدام كل فلسطيني وتعليقه على شجرة من قبل الحاخام هافانا. دولة الفاتيكان قدمت لائحة اعتراض. وزيرة العدل الإسرائيلية أعلنت تصريح أنه هذول ثعابين. أنا بدي أرجع بس لك إلى كلمة، هل عمرك شفتي بالتاريخ الإنساني في التاريخ القديم أو الحديث في أي حالة اختلاف بين دولتين أو بين شعبين أول ما بيبيضوا إلا السجون والأسرى؟ يعني أنا ضد أنه بس نقدم لأسرانا وجبة غداء، أو بالعكس إسرائيل ملزمة بتبييض السجون بعد اتفاق أوسلو
لازم اسرائيل بيضت كل السجون، الباب على الدفعه الثالثه اللي لم تسجل فيها اسرائيل، بيضت كل السجون والاتفاقات اللي وقعناها الفلسطينيين على اساس انه اسرائيل تلتزم، بتوقع اتفاق وما بتلتزم، اي قوه بتقدر تقول انه لا هاي دوله خارجه عن القانون وتمارس ارهاب الدوله وبتمارسه على كل الدول العربيه. وشوف ايش صار بسوريا، وهاي ايدي اسرائيليه داعشيه كلها في اللي بتجري في اليمن ولا في سوريا ولا في ليبيا، كلها هاي سياسه مبرمجه كلها موجهه للقضيه الفلسطينيه ولامن اسرائيل. احنا بنرجع بنقول انه القضيه الفلسطينيه والاسرى هي بعد فلسطيني عربي دولي، يجب ان نستغل طاقاتنا الفلسطينيه وعندنا قدرات قانونيه قدرات اقتصاديه نوصل رسالتنا لكل العالم. طيب. وخاصه بقضيه الاسرى. نعم هذا صحيح. استاذ قدوره فارس، اليوم 180 اسير حتى الان مضربين عن الطعام، غدا وبعد غد نتوقع ان تطول القائمه وسنبقى مواكبين لهذه القضيه. شكرا جزيلا لك. شكرا. الاخ قدوره فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني شرفتني، شكرا لك. شكرا. ايضا الاستاذ حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينيين، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام حتى ألقاكم في الغد، هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية، دمتم بخير وإلى اللقاء.